رونالدو يسجل هدفا صاروخيا في شباك الخليج اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على ضيفه الخليج بهدفين دون رد اليوم السبت ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وأحرز رونالدو هدف التقدم للنصر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 26، ثم عاد النجم البرتغالي في الدقيقة 58 ليصنع الهدف الثاني لزميله الأسباني إيميريك ليورت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.